نحن موجودين هلا بسوق بحي الحميدية 28/2/2012. هاي الكنيسة هون، هاي هون اسامه مسيحية للطائفية. نحن رح نشوف هاي الدبابة الحرارة الأخذة من النظام السوري. هاي الجيش الحر. سلام. ايه شو عم تسوي؟ مش عارف شو عم تسوي يا اخي. كل ما تصور يا اخي، يا اخي كل ما شفتونا ماسكين دبابه كنت تاخذوها. روح على المخزن، مش عند دبابات حمص عنده كثير، تاخذ له اياها بكره يغسل لي اياها. حاجي يا اخي. اه شو عم تسوي هذا هون؟ كل ما بيجي بصور دبابه بلاقيه بيطلع لي من تحت الدبابه. 28/2/2012.